السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون إن الحياء من مكارم الأخلاق ومن محمود الشيم والطباع فبه تحمد الشمائل والسجايا وتجتنب الرذائل والدنايا ومن كريم شيمة هذا الخلق أن الله جل جلاله اتصف به فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني ولما كان أنبياء الله ورسله أكمل الناس خلقا وأعلاهم مكانة وزلفا فقد نالوا حظهم من هذا الخلق فازدانوا به حسناً وجمالاً وهيبةً وجلالاً فكان نبينا صلى الله عليه وسلم
أشد الناس حياء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. رواه البخاري ومسلم. وهذا كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، تحلى بهذا الخلق وتجمل به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً، لا يرى من جلده شيء استحياءً من الله. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن الحياء يبعث على فعل كل جميل وينهى عن كل قبيح، ولهذا كان شعبةً من الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وإنما كان الحياء شعبة من الإيمان، وإنما كان الحياء شعبة من الإيمان، لأن من رزق الحياء انقطع بحيائه عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع عنها ويحول بينه وبينها. ومما يدل على عظم هذا الخلق وعلو قدره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينه وبين الإيمان. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وصححه. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال إياس بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين. فقال عمر: بل هو الدين كله. عباد الله، وأعظم الحياء وأعلاه وأجله وأوفاه الحياء من رب العزة والجلال. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، وصورتهما الظاهرة إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمداً لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، إن الحياء مركوز في النفوس القويمة والفطر المستقيمة، ولئن كان يجمل في الرجال فهو في النساء أجمل، ولئن كان يجمل في الرجال فهو في النساء أجمل، فمتى لبست المرأة جلباب الحياء وتقنعت به فلا تسل عن صلاح المجتمعات واندحار المعاصي والمنكرات، ومتى خلعت المرأة ربقة حيائها خرجت من زينة حياتها وبادرت في تلف نفسها. وإن تعجب فعجب حال أولئك الخيرات والنسوة المطهرات في حرصهن على الستر والحياء ولو انسلت الأرواح من الأجساد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم، فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وتسلط الأعداء وعضال الداء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرًا ومؤيدًا ومعينًا وظهيرًا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق أمير البلاد وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.